أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أن قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود يفسر بأنه العلامة السوداء التي في الجبهة، أم المقصود به نور الإيمان ووضاءة الوجه بسبب الصلاة، كما روي من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؟ الله أعلم، يراد به الأمران، يراد به الأمران، ما يكون على الجبهة من أثر السجود وما يكون في الوجه من النور، يراد به الأمران. نعم.